إذا كان الجاني في ساحة القصاص ثم تنازل عنه والد المقتول دون بقية أولاده، فهل يقبل تنازل الوالد أم لا بد من تنازل الأولاد معه؟ هذا مر بكم، الله يهديكم، مر بكم إن إذا كان القصاص مشترك، استحقاق القصاص مشترك بين عدة شركاء، إذا سمح بعضهم أو واحد منهم سقط القصاص وعدلوا إلى الدية، عدلوا إلى الدية، لأن القصاص لا يتبعض، لا يتبعض القصاص، فإذا سقط بعضه سقط كله ويعدل إلى الدية. نعم.